خلينا نبدأ من أول محطة بيوصل ليها الوفود وهو مطار شرم الشيخ الدولي، وهو تاني أكبر مطار بعد مطار القاهرة. والمطار هو مطار أخضر بيستخدم ألواح الطاقة الشمسية، وده طبعا ضمن إعلان هذه المدينة مدينة خضراء. المطار هو مستعد ورفع كفاءته لاستقبال الوفود، ويمكن تابعنا وصول لعدد كبير من الوفود على مدار الأيام الماضية. رفع كفاءة الصلاة الخاصة بالمطار، صلاة الوصول، زيادة الكاونترات اللي متخصصة في كشف عن هوية الوصول، وأيضا تسهيل الإجراءات. ويمكن مجرد ما بيوصل الوفد أو المشارك في هذا المؤتمر بيقوم مجموعة من الشباب المتطوعين بعمل مسح ضوئي لجواز السفر أو بطاقة الرقم القومي الخاصة بالوافد، وبيتم إرشاده لكافة الإجراءات اللي بيقوم بيها. بيتم نقل هؤلاء الوفود إلى المناطق المخصصة ليهم وفقا لعدد من المناطق اللي بيتم توزيعها وفقا للبطاقات الخاصة بهؤلاء الوفود. يمكن المطار قام بكافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الضيوف، المسارات الخضراء اللي تمت داخل المطار، أيضا زيادة البوابات الخاصة بالدخول والخروج، تسهيل الإجراءات اللي بيتم داخل المطار، توسعة الممر الرئيسي للطيارات، ويمكن مصر للطيران الناقل الرئيسي لفعاليات المؤتمر. هينظم أو بينظم بالفعل 250 رحلة على مدار أيام المؤتمر من 6 وحتى 18 من نوفمبر الجاري. لو انتقلنا إلى بعد الخروج من المطار، فكافة وسائل النقل متاحة بالمجان لزوار والوافدين من خلال عدد ومنظومة كبيرة بتقوم بها الدولة المصرية لنقل الركاب بالمجان، وهو أوتوبيسات بتعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، بتمر على عدد كبير من الطرق بسبعة مسارات رئيسية، بتنتقل من كافة الفنادق والمنشآت السياحية اللي بيقطن بيها هؤلاء الوفود لقاعة المؤتمرات الرئيسية. وهذه الأوتوبيسات هي بالطبع أيضا ضمن إعلان هذه المدينة مدينة خضراء، ومحطات لهذه الأوتوبيسات للشحن أو للغاز الطبيعي. خلينا نتكلم عن محاور الطرق اللي تم رفع كفاءتها وزيادة أعمال المسارات الخضراء بيها ورفع كفاءة الإنارة وغيرها من الأعمال. مدينة شرم الشيخ هي في أبهى صورها، يمكن الصورة ورايا بتبين عدد الأعلام اللي بتتزين بها هذه المدينة للوفود والدول اللي أعلنت على مدار الأيام الماضية مشاركتها. عندنا أيضا عدد كبير من المشروعات اللي تمت على مسارات مختلفة، منها المستشفى الميداني اللي موجود داخل المنطقة الخضراء. المستشفى ده هو أول نموذج لتطبيق التأمين الطبي للمؤتمرات والأحداث الهامة، هو مستشفى متكامل به كافة التخصصات والأقسام. عندنا أيضا رفع كفاءة مستشفى شرم الشيخ الدولي، واللي بتقوم بتنفيذ أعلى تقنيات من استخدام الروبوت والذكاء الصناعي. عندنا أيضا استعدادات خاصة بالمناطق السياحية والمناطق الترفيهية زي الممشى السياحي اللي بطول 12 كيلو من خليج نعمة لسوق القديم والعكس، ممشى في منطقة ترفيهية، في مسارات للدراجات، في أيضا مقاعد للترفيه، وده طبعا لأن مدينة شرم الشيخ هي مقصد سياحي، ويعني سيكون هناك ترفيه لهؤلاء الوفود بعد الخروج طبعا من الفعاليات الرئيسية. عندنا تطوير للسوق القديم، عندنا تطوير لخليج نعمة، يمكن بيتم رفع أيضا كفاءة الحديقة المركزية الموجودة داخل هذه المدينة وهي متنفس هام داخل هذه المدينة. عندنا أيضا مشروعات متعلقة بالطاقة الشمسية ومحطات الطاقة الشمسية الموجودة داخل هذه المدينة. القاعة الرئيسية ويمكن الأعلام اللي بتزين هذه القاعة بطول الطريق، المنطقة الخضراء اللي تم رفع الكفاءة وتقريبا انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بهذه المنطقة لتبدأ الفعاليات الرسمية غدا 6 من نوفمبر في القاعة الزرقاء أو المنطقة الزرقاء، وأيضا بعدها بعدة أيام ستبدأ في المنطقة الخضراء. يمكن تفاصيل كتيرة بتدور داخل أروقة هذه المدينة من رفع كفاءة للطرق والمحاور، وأيضا المنشآت السياحية اللي بتستقبل الوافدين للمشاركة في هذا المؤتمر. المنشآت السياحية دي شهدت تطور كبير، ويمكن عندنا 132 فندق حصلوا على شهادات تطبيق المسارات الخضراء، وتفقد من الحكومة بشكل دائم على هذه الفنادق للتأكد من سلامة الغذاء والكثافة الاستيعابية داخل هذه الفنادق، وأيضا الإجراءات الوقائية اللي بتتم داخل هذه المدينة.
المدينة. يمكن دي صورة سريعة يوسف عن الخدمات اللي بتقدم هنا، المشاريع واللوجستيات اللي تم تطبيقها قبل الانطلاق، قبل ساعات تحديدا من انطلاق الفعلي لهذا المؤتمر. والكلمة بتعود ليك يوسف مرة. والله هي صورة وافية جدا يا سالي، يعني حتى ما بقاش في عندي مجال ان انا اسال، لانك انت وفيتي كل الاسئلة من قبل ما اسالها. اشكرك جدا زميلتي سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري من امام أيقونة السلام بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.